أقامت الجالية اللبنانية في مصر مأدبة عشاء كبرى في نادي الضباط لتكريم السيد الرئيس جمال عبد الناصر وتقديرا للثورة ورجالها، أعربت فيها الجالية اللبنانية عن تأييدها وجميل شعورها نحو مصر. وشهد الحفل رجال السلك السياسي العربي وبعثة الصحافة اللبنانية وفريق كبير من المشتغلين بالشؤون العربية. وكان السيد الرئيس والقادة موضع حفاوة الجالية اللبنانية، وتجلت في هذا الحفل مظاهر الرباط القوي الذي ربط الله به العرب أجمعين، فاستطاعوا أن يتغلبوا على الشدائد والظلم وأن يسيروا قدما إلى الأمام محطمين الطغيان والاستعمار. إن العرب سيسيرون متحدين، لا بالميثاق المكتوب على الورق ولكن بالقلوب والأرواح والدماء، سيسيرون نحو القوة الحقيقية، قوة العرب والعروبة.